عام الثورة عمره 18 سنة شهرين. قبل الثورة صارت لي مظالم سنة سادسة ابتدائي. كاش باش خرجت من القرية متاعي سادسة ابتدائي عديت المناظرة بتاع السنة السادسة، وكنت من الممتازين في مادة الحساب. أنا ذاك مادة الحساب في 20 في 63 وقاع في القسم نعدوا فيه قاع رقم 1 مدرسة المنصة بالذات، وقاع في مادة درس نص. بعد ما كملنا الأجوبة متاعينا ناض معلم وسمعنا جملة فعلية أنا ما أعتقد وفعل فيه ظرف زمان، شطبنا الكلام ذا الكل وكتبنا الصحيح. ما رانا بعدها إلا جينا لجنة وتحقق معنا وطلع بنات معتها القاعة كاملة مرفوضة. وكتبت أنا ذاك صحف الأول في الجمهورية بمعدل 60/60 مادة الحساب، ولم يستاذ السجين وتعرفنا. من هناك خرجت، احنا عائلة 10 من الناس، بابانا تاجر بسيط، أخوتي كل قرو، الأخت الكبيرة معناتها مشات غادرت فرنسا بحكم زواجها واحد. خرجت حبطت نجار في زريس، قعدت فترة فم، وبعدها مشيت لجربة، خاطر الأحداث صارت لي في جربة، زريس جربة. نخدم صارت الأحداث بتاع الخبزة، تلمدنا مجموعة وبدينا في المسيرة. طبعا مسيرة جاية من معهد الفني هذا بجربة، ومسيرة في حومة السوق. نعيطوا شعارات خبز وماء ومزلة المجرى. ما رانا إلا الأمن بدي يسيب علينا في القنابل المسيلة الدموع. من قربت نوصلوا للبلاصه يقول لها تنسير بجنب مركز الشرطة، وقع أرمي الرصاص. الرصاص ما بينهم فما واحد يقول لي توفيق البقلوتي، شوهر البقلوتي، وقع رمي بالرصاص قدامي بالضبط. ممكن كانت تجي فيه هو، كانت تجي فيني، كتب له باش يجي فيه. حاولنا باش نرفعوه ما خلوناش. بعد مده باش جبناه بسرقه فما عرصه نتاع حانوت تاع قوس، بدينا نجبدوا فيه بشوي بشوي واختفناه. هزينا 6 أو 7 من الناس مجموعه، وين اتجهنا ما لقينا حتى سياره، لقينا الا البوسطه بريد تاع حومة السوق محلول. اتجهنا غادي لقينا الكهرباء نتاع البريد أو الكاترير صفر. طلبنا منه قلنا نهز الراجل العجور، أرفض بالتالي بالضغط ولا هزينا. وقت اللي جينا نساعدوا فيه الله يرحمه وتوفى شهيد، هذا بالتالي الظهر نتاعه هيك البلاست الكرتوش خارج. وصلنا غادي السبيطار مش عارف يا شافوا يعني الشبهات نتاعنا ما شافوش العلم انه خذوه مننا وخرجنا. كملنا المظاهره بعدها مده فتره، رجعنا كالعاده ورجعت الخبزه واحد كذا. رجعت نختم، انا عندي شقيقتي في مقيمه في الخارج، كلمتني قالت النجم تعمل جو السفر نتاعك ونشوف ايش الرجل لك وضعيتك معناتها باش تجي لفرنسا. هذا عام 84 والعام هذاك معناتها 85 عطوا الاوراق لفرنسا. مشيت باش اطلع باسبور مركز الشرطة، قالوا لي عليك نحومو، عملت ما عملتش دخلوني البحث، البحث من هيكمش. جميع الطرق متاع التعذيب شفتها، عمره 18 عام. اتصور المرة أول نحس ضربتين ماشي نحس، 5 أو 6 أيام عرفوني سامع ماشي نحس، يموني في قاعة بيت ودخلوني البوري بيجي مظلم منهم أثار هي متاع لا حتى العلاج ما عجبنيش، عندي ضربة هني بخلاف الاستعمال الدبوس وما يقول ذلك، فما أثار هنا موجودة في بدني. قالوا لي مش المطلوب، قالوا لي تمنى شكون اللي قال لك. أنا ما عندي حتى انتماء صغير معناتها نشط في مجتمعكم، شكون اللي قال لك أعمل مظاهرة جربة آمنة وجربة كذا وجربة كذا. تم هزونا البحر من فم، عذبوني عذاب شديد. وعلى فكرة أنا معرس توا من عام 90 ليومنا هذا، لا أمي لا مرتي لا أولادي
البال من الموضوع. انا تحملت الدنيا كلها انا واختي وامي لوحدي، وياش ندير على خاطر باش ما تديش الشت العائله، باش ما جرحش العائله صغاري. الحمد لله فما تخرجت توا هندسه، الاخرى ثانيه جامعه. وتوفى الولد، توفى مدير على حالتي يعني بحكم حالتي ضعيفه. خلى لي بعض زيتونات صرفتهم على البنوت باش قريتهم وتخرجوا وعرستهم ديال المنزوز مع بعض يوم واحد والحمد لله. هذا مقتطف معناتها فكره، معناتها شوفوا الانسان اشين يضحى. ضحيت من اجل خبزه بحكم انها سيب الوقت هكا باش ياكل لك خبزه سيب ياسر. انا بابا يخدم زي ما يجيبها الناس، يخدم الخبزه نتاع الواحد خاطر ما يقدرش كي بيجيبها ممكن يضيع منها حاجات اخرى. تمت الامور هكتي، هزونا المحكمه بعد التعذيب الكل، هزونا المحكمه، هزونا الحربوب، خرجنا للتحقيق. نداه قال له هذا عاود خذ منها اخر طر اخر سجين في ولايه منين لوختاكا، اخر سجين شدوني معناتها، قال له خذ منها زيد خذ منها اجبد منها حاجات. شكون قال له شكون كذا شكون كذا، سموا لي اشخاص معناتها ما نعرفهمش، صدق ما نعرفهمش لوختاكا، ممكن سياسيين ممكن واحد ما نعرفهمش. اكترمونا في حربوب، ورمونا في غرفه مجموعه تاع ولايه منين كلها، لو أن برشا حتى هذا متضررين من الريس وما سجلوش واحد في منين. بجنبنا سجين نتاع حركة الإخوان، راجل كبير وقار شافني صغير مرة لقيتني ونندورو، خرجونا طرف ندورو، قال لي يا ابني اصبر اصبر يا ابني، هكا اللي سمعته من الشخص هكا. عدونا المحكمة، جابونا الشخص هني باش يحكمونا. فما واحد، فما مجموعة حكمت قبلنا مش عارف صفاقس ولا، جانا واحد من العوان قالنا راه القاضي محجوب، عندي تو نتذكر فيه يقول القاضي محجوب. وقفت قدامه، هزونا منين هزونا ما نش عارف، من منصوكمش معناتها شنيا الآلات اللي هزونا بها معناتها في واحد، والقوة اللي هابطة معناتها منين دخلنا معناتها شيء معناتها يعني تطيح قبل وقتك، قبل ما توصل حتى قدام القاضي تطيح معناتها سلاح شدين علينا واحد. وقفت نداء من جد دخلي، وقفت حاضر سيد الرئيس، قال لي عارف اش عملت؟ سكت. قال لي تعرف يكونك تعديت على امن الدوله ونظام الدوله وبلده امنه كما زجرت احلام، حرضت فيها المظاهرات وحركت ضده. قلت سيد الرئيس يلا تفضل، لفتك كان شعار دوله تونسيه نظام حرية عدلة، كانت عندي جراءة قلت السيد الرئيس نقول كلمة لا نظام ولا حرية لا عدلة. تصور شنو كانت الرد نتاعها، كان قاعد وقف شد قلت راجل قار، هزوه هزوه هزوه، هذا ما سمعت من قبل. قاعة أخذي معناتها القاعة نوقفوا فيه مع نص الليل نكون وقت هكا، وقاعة صدر الحكم. أخطأ أصغر سجينا في جهتي يرمي 5 سنوات أصغر شقة. قديش عاود؟ 5 سنوات أصغر شقة، 5 سنوات أصغر شقة. رجعنا لصفاقس، من صفاقس عاد رجعونا باقي المنين، هاك زيارات راه صعيب باش توصل، الوالدة تعبت ياسر، وقاعدين محافظين على فما على الانضباط واللوحة واللوحة. صارت نهار معناتها نتاع ماكلة. ما نطلوهاش، هزوني للسلول، اعطوني العصا، قلت صغير انا صار وفي حربوه في الوقت هكا اني اصغر سجين، مساجين الكل حق العام وغير حق العام. انا مواليد 65 21 10 65 بالاحتيار 84، من عاتم من اصغر مساجين موجود. بعد تم علينا قالوا صراحة شرطي، مشينا صراحة شرطي، خرجنا فرحنا خرجنا كذا. مشيت قدمت مطلب استرداء حقوق باش نعاود نطلع الباسبور نتاعي، فماش امكانيه نخلط باش نمشي للخارج، خاطر منيتي باش نمشي للخارج. تعرف الريس معناتها اغلبيه الناس المواطنين نتاعها معناتها ديما تلقى واحد من فمي وزوج من فمي في الخارج باش يبعث له ورقه باش يمشي باش ينقذ خوه. حلو مجرد الشخص اللي بيمشي معاه في ال 84
ده لحد الان موجود في باريس يملك ما شاء الله ورقه لورقه ورقه الوضعيه كلها. كنت من شنيه خاطر بعثوا لنا نفس الواحد، هو بعث لاخوه واختي بتبعث لاخوها، اختي ما ارسلت. وهذا اللي صار بالامر. خديت شديت نخدم مع واحد قبلها، قبل ما شد نخدم تقلقت فم شوي، حلت ليبيا 87 88. باسبور ما قوش عطوني باسبور، دفعت ما قوش عطوني، مشيت مغادي زريس بن قردان معروفة، شقيت شقان مشيت نختفي في ليبيا. خدمت في شركات، شركة نخيل فنادق سياح أنا ما أعتقدك باسم وهمي، خدمت نجار نصلح في الوحدات وكذا. وبعد فترة نخصوا في 180 جنيه عنديتهم. بعد فترة تحولت، فهم الناس نعرفهم فهم داروا نصابي متى خضرة كذا، تكون تروح شوي شوي سوارد واحد وروحت الريس، روحت عام 90 عندي أخويا الأكبر مني موظف باش يعرس. الوالد لما طار فلوس قال نعرسكم نصوص باش يزود لني أخويا، وأنا كنت في ليبيا من غير أوراق، ما عندي حتى مستقبل مضمون. عرست المرت اليومنا هذا ما تعرفش علي الموضوع هذا، لمدة شهر ونص التالي كثرة الدخول والخروج، ماشي المدين ماشي كذا، ماشي مجيب برقة ماشي كذا. قلت له أنا كنت متكلم قبل واحد حدث الخبزة، أما الموضوع هذا التو يعني محتفظ به نفسي أخوتي أمي، فما حاجة تعذيب واحد ما عندهاش علم به. تمت عرست، شديت نخدم مع واحد نجيب في الخضار، نجيب من زريس البرقسعة، شديت معه 14 عام نشري ونعبي ونطلع ونخلص 250 دينار باش نكبر صغارين. صلت صدقوني والإيمان بالله باكل حليب نكسر فيه على 3 أيام. البنيات الزوز كبر، واحدة عام 90 وواحدة 94، أنا والمرأة ما نشربوش الحليب ظروف، ويمكن فما حاجات حكيتها لكم، ممكن حتى العائلة بتاعي فما مؤسسة كنت تسمعها تعرف إيش باش نكبر صغار. كبرتهم الحمد لله البنات الزوز، خلال شباني زيتونات بعتهم ب 10,000 دينار، قريتهم، واحدة عملت تكنيك، زوز عملت تكنيك، واحدة تخرجت هندسة، جاء مكتوبة ثانية جامعة، جاء مكتوبة عرست المزوز، قعدت عاني في الدين، وخلي ولد صغير يقرا في سنة 9، ولداني سنة 9 هذا معناتها طويلة باش يخلط، فبتيسرني في حياتي، مسلسل ابتدائي وأني فرح، قصوات. بينما أخوتي الحمد لله معناتها كل مقروء وكل مصر من لا شيء. شنو هي طلباتك سيمونجي؟ طلبات أني تضمين حياتي، أني المادي والمعنوي، أني تعبت ياسر. ومسألة كانت تم إمكانية ممكن نطلب من الأخوة البرنامج ما مسجل، خاطر العائلة متاعي لحدنا الآن ما يعرفوش على كون ما تأدبت بالتعذيب هذا، خاصة مرتي وصاري، نظرا فما الترابط أسري برشا حاجات ما نويش من